طب لاحظوا معي آخر سورة الإسراء، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. شوفوا شو قابلت بالحق، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. في الثنتين لما تكلم عن وعد الآخرة في البداية وتكلم عن وعد الآخرة في النهاية، في الثنتين يبشر وينذر. طب فهمنا يبشر في إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. على إيش؟ على إيش الأجر الكبير؟ على أنهم بيعملوا الصالحات؟ طب هم مفهومين اللي بيعملوا الصالحات، الكلام عن النبوءة. وهدول الناس المؤمنين اللي ظلهم صامدين كبير في المقابل. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أولا التوراة وما يلحق بها ما يسمى بالعهد القديم، قديش ممكن لما نطبعها؟ 1500 صفحة، 1700 صفحة، ممكن أكثر كمان إذا بنطبع الطباعة العادية، ما يسمى بالعهد القديم، ولا نص واحد فيه كلام عن الآخرة، ولا نص واحد. إيش هذا؟ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لأن معظم الانحرافات لعلمكم سواء في اليهود أو في غيرها عدم الإيمان بالآخرة. وفي ناس كان قال لك أنا بأمن بالآخرة، وبتطلع على سلوكه مش سلوك من يؤمن بالآخرة، إذا معناته يكذب. هو بظن يعني إنه الإيمان بالآخرة إنه لما يسألوه في آخرة بيقول آه، هذا هو الإيمان بالآخرة، يعني لما يسألوك في آخرة تقول آه، وإنت من داخلك بتقول ما ظنش. الدليل، وبالتالي أكثر ما يؤدي إلى انحرافات على فكرة ضعف اليقين بالآخرة، وأكثر ما يردع الناس اليقين في الآخرة، أكثر ما يردع الناس اليقين في الآخرة، وأكثر ما، ولذلك الآخرة ذكرت في القرآن إلى درجة ممكن تجد أنت بمعدل في الصفحة كذا مرة، سواء كان الآخرة، يوم الدين، الجنة، النار، الصاخة، الحاقة، يوم القيامة، ألفاظ كثيرة جدا. اليوم الآخر عندنا في الإسلام له أكثر من 80 اسم، اليوم الآخر عندنا له أكثر من 80 اسم، ها؟ عندنا في الإسلام، ماشي، ومركز عليه أكثر من أي شيء ثاني، أكثر من أي شيء ثاني اليوم الآخر، لأنه هذا هو اللي بيجعل الناس، ولا يعني، ولا إذا ما فيش يوم آخر يا أخوي، ولا ليش يصمدوا الناس؟ ليش يصمدوا؟ ليش يصبروا؟ ليش؟ ليش؟ ليش العامل يعني اللي طول نهاره بكده بتعب 80 سنة وهو ينحت، ما يسرقه، ما يرتشي، ما يبيع لليهود، ما شو اللي بيردعوا؟ ايش اللي بيردعوا؟ ليكون خايف منكم. لا هو اليوم بعودوا شخافوا كثير، بخافوش كثير، في ضمانات الى اخره. الاخرة، الاخرة. وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا اليما، هي المقابل، واللي بيؤمنوش بالآخرة سواء من اليهود أو إحنا. وفينا ناس بيؤمنوش بالآخرة، أنسوا هذا اللي بيقول لك أنا مسلم وهو حقيقة كل سلوكياته بتدل إنه ولا بيشعر إنه في آخرة. هو يعني الكفار بس، الناس الثانية يعني عندنا ما فيش.